السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام في كل مكان، متابعينا داخل وخارج ربوع وطننا الحبيب. أسعد الله صباحكم بكل الخير، صباح الخير عليكم وين ما كنتم بتتابعونا. صباحاتكم خضراء وربنا إن شاء الله يعني يديكم الصحة والعافية ويوفق كل الناس من خلال هذا الصباح، كل المتجهين نحو أعمالهم، كل المتجهين نحو الدراسة، كل المتجهين في مشاوير الحياة المختلفة بطبيعة الحال، واللي نحن كمان بنمشيها معاكم وبنعكس فيها صعوبات الحياة وتحديات الحياة عبر هذه الشاشة الجميلة. صباحكم عافية والسبت أخضر عليكم وكل عام وانتم بخير بمناسبة العام الهجري 1444. إن شاء الله نتمنى أن يكون عام فيه يغاث الناس، وإن شاء الله يتمنى أنه يكون عام خير وعام رفاه وعام تنمية وعام تتحقق فيه والآمال والطموحات إن شاء الله. صباحكم عافية مشاهدينا في كل مكان، تحية لكل متابعي شاشة البلد، تحية بكل تأكيد عبر هذا الصباح دائما وأبدا نرسلها لكل الطيور المهاجرة خارج السودان والتي دائما وأبدا تتابع شاشة البلد وتتفاعل معنا عبر هذا الصباح وعبر المنصات الشبكية. تحية لكم مشاهدينا الكرام، إن شاء الله نبدأ معاكم مشوار جديد اليوم وأمل جديد إن شاء الله وطموح بأنه حنبنيه اللي بنحلم به يوماتي، وحنصبح ان شاء الله في وضع افضل بدعوات الامات، بدعوات الخالات، بدعوات العمات، الحبوبات الطيبات الزينات. تحيه لكم مشاهدينا وين ما كنتوا. ضربه البدايه من خلال هذا الصباح نمشي نسمع مدحه، وبكل تاكيد بنقول لكم مره ثانيه وثالثه كل سنه وانتم طيبين، كل عام كل الشعب السوداني والامه الاسلاميه بخير وبعافيه.